كامل شو رايك؟ صحيح كما قال نعيمة طبعا المجموعة صعبة بالنسبة للمنتخب التونسي، لكن لازمنا نقولوا الحقيقة لمجموعات كلهم صعاب. يعني شفنا القرعة البارح رينا فماش حتى مجموعة تنجم تكون يعني فماش واحدة كاسحة برشا، فماش واحدة سهلة، فماش واحدة برشا تحسهم من المجموعات كلهم تحسهم منتخبات إكيليبري. صحيح إكيليبري، لكن كما قال توا المنتخب الفرنسي منتخب نعرفه منتخب كبير، منتخب الدنماركي كيف لكن لازم نحضروا مليح، لازمنا نحيو كالعادة نتاعنا نتاع المشاركات القديمة، ندخلوا بمشاركة أخرى، نحاولوا نعطيو صورة ما أحسن من اللي أعطيناها من المشاركات القدم. دونك إن شاء الله التحضيرات نتاعنا تكون على أحسن وجه. طارق كما قالوا جماعة قرعة فماش في الكل كيف لا معناها ما فماش مجموعة سهلة. الحاجه اللي عجبتني في الديكلاراسيون تاع جلال معناها من المال معناها مره اخرى جلال في الكون ينجح، قال راهو باش نمشيو للدور الثاني. دونك حتى تونسي مع الشيخ بالتو انك باش تمشي للمشاركه وتروح ديريكت تحكي على الدور الثاني، فيها تحمل المسؤوليه الملاعبيه، التحضيرات لازم تكون في المستوى مهما كان لا نبيل حاجه اخرى، نبيل في كونتكست واحد اخر، وقت معنا وقت عملنا ماتش كبير ضد اسبانيا والولاد عملوا البرتغال وقتها وفك الجو نتاع الكشيخه بالماتشات هذوك، اما لا معناها ما كناش حابين باش نمشيو للدور الثاني. توا معناها عندنا منتخب الفرنسي الناس الكل تحكي على مبابي احسن مهاجم في العالم، فرنسا حاجه اخرى، اوريزمون باش نعملوا اخر ماتش معناها. دونك عندك الدنمارك لازمك تربحها، الماتش الاول لازمك تخسر، كان خسرنا الماتش الاول معناها 90% رانا مروحين. ونتصور اللي ليكيب ناسيونال بالجو الجديد في البريد الاخرانية وبالحاجات اللي شفناها ما عادش فما فوز، ما عادش فما قعباجي خاصة في اختيار تشكيلة عقلانية كبيرة، تواضع كبير من جريان. ان شاء الله نستناو ساعة اول حاجة كونفيرماسيون عند فيدراسيون اسكو جريان باش يكمل ولا لا، خاطر هذه حاجه مهمه على الاخر باش اللي هو ولا الراي العام للاعبيه اللي باش يعرفوا باش يكمل. انا بعد المقابله حكيت حتى مع حسين جنيح على تصريحات وديع الجزائري كيف يقولوا من بون فما البروتوكول نتاع باش نعمل مكتب جامعي ونحكي، ولكن من التصريحات واضح انه باش يكمل معنا. اي ماذا بينا في اقرب وقت يقع المكتب الجامعي يقولوا راه جلال القادري هو مدرب تونس في قطر 2022، ما عادش عندنا برشا وقت. منتخب الدنماركي منتخب كيف معناها من 10 ولا 11 الاولانيين في العالم، إريكسون سجل هدف اليوم من 12 جوان من قاعد يمركي إريكسون حتى مع الدنمارك مع برايتون اليوم سجل اول هدف برينتفورد اليوم سجل بعد لاعبين كبار عندهم حارس عنده اكسبيرينس كبيره. دونك احنا شمايكل دونك احنا معنا حتى حل ان باش ننتصروا الماتش الاول وان شاء الله تمشي الامور، ان شاء الله يجيو زوج ملاعبيه اللي يحكيوا عليهم اسماعيل الغربي ولا تيرا الدروالي على في انجلترا، لانه بصراحه معناها مستحقين معناها ملاعبيه اخرين، لانه فما تواضع في الرصيد البشري. وان شاء الله نشوفوا حنبع المجبري في المونديال ولا دورين افون في تحضيرات يكون اساسي وياخذ الستاتيو تاع تيتولير باش تنجم تحسن الامور على مستوى الهجوم. باهي خلينا انت حكيت على جلال القادري، خلينا نتشاني مع كمال. جلال صغرك كمال واكثر من هذا خدمت معاه برشا، خدمت معاه كانت التجربه الاولى نتاعي في نادي الخليج السعودي، كنت خدمت معاه كمساعد بعدك خذيت الفريق الاولمبي، لكن عندنا علاقه يعني مخدين اخوات يعني فمت. دونك بالنسبه لي انا فماش علاش في اي خلاص السؤال الساعه تعرفوا مليح هذا سؤالي، معناها قادر يقود المنتخب في مقابلات بالحجم الكبير كما المونديال، خاصه مثلا برشا يحكيو ما عندوش الخبره اللازمه في معناتها ما شدش انديه كبيره ما شدش منتخبات. شوف جلال القادري مش من اليوم بدا التدريب، جلال القادري عنده سنوات هو يدرب وعنده سنوات هو ناجح في الانديه اللي كان دربها الكل، في كل نادي مر عليه خلى البصمه نتاعو سواء في تونس ولا سواء برا في الخليج. انا نصور المكتب الجامعي وديع الجري حط المدرب الكفء على راس المنتخب، ماهيش رمي ورود ولا مش خاطر اسمه جلال القادري ولا حاجه، خاطر اللي في جلال انسان يجم يقدم الاضافه للمنتخب ويجم يعطي الاضافه للمنتخب، وهذا الدليل واضح اللي في مباراه زوج مباريات. صحيح ما قمناش مباريات كبيره، لكن على مستوى التكتيك وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى الانضباط التكتيكي فوق الملعب كان باين وكان واضح اللي ما شفناش عنا برشا للمنتخب. كيف نفس الشيء بمباراه حتى في مباراه نيجيريا في كاس افريقيا زاد كيف شفنا الشيء هذا، ما فماش علاش يعني اليوم باش
نحكيه على تغيير مدرب. باش قالوا بالغ في الدفاع كمان. لا بالغ في الدفاع. اليوم الكرة شوف، اليوم الكرة إحصائيات، واليوم الكرة ستاتيستيك ونتائج. المدرب ديما تحكم عليه بالنتائج نتاعو. كان ربح اوكي، كان ما ربحش تنوليو ندخلوا في حاجات اخرين، وما دافعش وعلاش دافع برشا وعلاش ما هاجمش وعلاش. هذه كلها تخمينات وهذا كل كلام يتقال مهما كانت النتائج ومهما كانت الوضعيات نتاع المباريات. لكن شفنا الفريق، شفنا المنتخب في زوز مباريات، صحيح ما جاوناش برشا فرص في زوز مباريات، صحيح ما جازفناش اكثر، لكن في مباريات كيما هذوما لازمك تعرف تتصرف فيها. مباريات كيما هذوما النتيجه هي الاهم شيء، مش اهم اللعب واهم من الاشياء الاخرى اللي ممكن تنجم ما تفيدكش من بعد في اخر المطاف. لكن اللي شفناه، شفنا فريق منتخب منظم، شفنا منتخب فوق الملعب تكتيكيا واقف كيف ما يلزم، لكل لاعب يعرف الدور نتاعو فوق الملعب. وهذا يرجع للدور نتاع المدرب والتوصيات نتاع المدرب والتحذير نتاع المباراه، على خاطر في كل فريق فما مدرب عنده طريقة اللعب وطريقة التفكير وطريقة التنظيم فوق الملعب وطريقة تحركات اللاعب. مش كل المدربين كل كيف، ولذا شفنا يعني روح جديدة، شفنا طريقة تلاعب فوق الملعب. بالنسبة لي أنا جلال القادري موجود حتى الكأس العالم، مش يكون موجود هو في مع المنتخب في كأس العالم، على خاطر هذا يستحق مش يكون موجود، على خاطر مدرب تونسي ويزينا من المدربين الاجانب. كل ما نوصل لكومبيتيسيون كبيره ولا باش نشاركوا في كومبيتيسيون كبيره باش نقعدوا نحكيوا على مدرب اجنبي وشكون من المدربين الاجانب اللي جاوا لتونس نحي روجيه لومير وكاسبرجاك؟ شكون من المدربين الاجانب اللي جاوا لتونس وخلاو بصمه؟ اللي جاونا صف رابع كله، اللي كما قالك يعني اللي جاونا كل ما كانوش في المستوى. هذه فرصه، نعطي فرصه للمدرب التونسي اللي باش يشارك في كأس العالم. وصلني للكأس العالم، هو رشحنا لكأس العالم، دونك فماش علاش اليوم مش نغيروا ولا نحكيوا في موضوع تغيير المدرب. المدرب يعرف اش قاعد يعمل. هي مول جامعة خلاتنا معناتها المجال هذا مفتوح، فماش بيان، فماش تثبيت، فماش ديسيزيون إلى حد الآن. ولو إن شاء الله بالطبيعة أنا في رأيي أعتقد إذا كان باش نجيبوا اسم كبير من برا، اسم كبير دو فالور، وإلا فماش اسم كبير إسلام اليوم من برا قداش باش يتكلف على الجامعة؟ يحكي من كل 50 مليار بيجي و60 مليار يعني كيروش ماهوش اسم كبير. مدرب المنتخب المصري ماهوش مدرب كبير. كيروش شنو عمل؟ شنو عمل مع المنتخب؟ غير حاجة أخرى، يعني حاجة أخرى، اسكو المدرب الأجنبي باش يجي اليوم باش يجيب فكرة جديدة ولا باش يجيب كرة جديدة ولا باش يجيب معلومات جديدة نحن مش عارفينها ولا باش يجيب حاجات متخبي علينا؟ بالعكس، يعني نحن المدربين التوانسة متكونين أحسن تكوين، متكونين بالحق أحسن تكوين، ونعرفوا إيش قاعدين نعملوا، نعرفوا كيفاش نخدموا، ونعرفوا كيفاش نتصرفوا في المباريات. والدليل لك تشوفوا فيه كاس العالم الاخرانيه مشينا بمدرب تونسي، صحيح ولا لا؟ كاس العالم هذا زاد كيف مشينا بمدرب تونسي. دونك نحن كمدربين ناجحين نحب ولا نكره. حاجه واحده اللي ممكن يعني تفرق ما بين نادي ولا تفرق ما بين منتخب ومنتخب، اللي هو الدعم اللي لازم يكون موجود من طرف الجامعه ولا من طرف رئيس الجامعه. وهذا اللي ريناه مع المدرب جلال القادري، رينا اللي فما دعم من رئيس الجامعه ومن المكتب الجامعي اللي كانوا مساندين واللي كانوا عطاوه الثقه باش يكون موجود في مع المنتخب، خاصه في زوج المباريات الاخيره، وان شاء الله يكون موجود زاد باش يكون موجود في الكاس العالم. هو حاجه اخرى سلام، لحظه قال كلمه قال باش يكون موجود، عنده هذه معلومات والا تخمينات؟ لا لا انا المنطق كما قالك نحكي بالمنطق. انا لوجيك هي تقول لك هيك. لا قدامك عنده معلومه. شوف مش بالساهل باش تعطي منتخب المدرب يعني باش ينجحك في زوز مباريات، وزوز مباريات تعرفهم مصيريه، زوز مباريات مصيريه نجح في زوز مباريات هذيا والمنتخب ترشح. دونك انا بالنسبه لي انا بالعقل بالرزانه مدرب يواصل ويكمل يخدم على خير.